سلمى، رح نبدا اولى محطاتنا لليوم مع التدخين اللي هو من العادات الشائعه خلينا نقول والسيئه نوعا ما والمنتشره كثير بالمجتمع، وهي من العادات الخطيره التي تلحق الضرر بالصحه. السجائر التي يتم تدخينها تحتوي على الكثير من المواد السامه، نيكوتين، اطران، أول أكسيد الكربون وأيضا الإستون. فهذه المواد يتم استنشاقها ولا يقتصر تأثيرها على الرئتين. التدخين بيأثر أيضا على البشرة وصحة الجلد وأيضا صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة لأثر التدخين الكبير على القلب وأوعية القلب. كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها أكثر وخاصة عند الشباب. معنا الدكتور أحمد العايد، اختصاص قلبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا. صباح الخير. خلينا نبلش دكتور احمد بالبدايه ونحكي بشكل عام. اليوم نعرف التدخين بعد امر معروف انه هو له تاثيرات كثير سلبيه على جسم الانسان، سواء ان كان بيدخن او ان كان مدخن سلبي مثل ما بنقول. خلينا نبلش بتاثير الدخان على جسم الانسان. بالتأكيد معروف للجميع الحقيقة من الناحية العلمية والدراسات اللي أثبتت التأثير الكبير للتدخين على الجهاز القلبي الوعائي، ومثل ما تفضلتوا قبل شوي بالمقدمة حتى الجلد، جلد الإنسان، حتى أظافره، حتى شعره، كله هذا بيتأثر. بالنسبة للقلب الحقيقة المدخنين عندهم خطورة احتشاء عضلة القلب 60% أكثر من غير المدخنين، رقم كتير كبير الحقيقة لما نحكي عن احتشاء عضلة قلبية. أكثر من هيك الاحتشاء لما يصير فبيكون مضاعفاته واختلاطاته ونسبة وفياته أعلى من الناس اللي ممكن يصير عندهم احتشاء ولكنهم غير مدخنين. المفارقة العجيبة الحقيقة هلأ مشغول العالم كله بالوباء، بوباء كورونا. خلال 2019 و2020 أكثر من نص 2021 وفيات 4 ملايين. التدخين يقتل سنوياً 8 ملايين إنسان، أضعاف مضاعفة. فأضعاف مضاعفة، أكبر وباء هو الدخان حقيقةً. نعم. وللأسف عنا بانتشار مستمر. هلأ الإحصائيات العالمية هلأ بالاتحاد الأوروبي مثلاً بيقولوا أنه أقل من 10% المدخنين. عنا ما في إحصائيات دقيقة، لكن الإحصائيات البسيطة اللي انعملت قالت أنه أكثر من 50% مدخنين. والمشكلة الأكبر أنه الزيادة طرقت عند فئتين اللي هن الشباب والنساء، خاصة مع دخول الأرجيلة إلى حقل العادات السيئة بمجتمعنا. صحيح دكتور. عم نلاحظ يعني شباب صغار بالعمر، هل هي عملية تقليد لبعض أو يعني فينا نقول هلأ بيسمون انحراف؟ لا هلأ ما رح نحن نحكي بهذا المنحة، ولكن عم يضروا نفسهم بعمر صغير يعني تحت 18 سنة أيضا عم نلاقي، وأحيانا تحت العشر سنين، بعمر العشر سنين كثير عم نشوف هيدا الظاهرة. يعني اللي بيبدأ بهذا العمر قديش بياكل من جسمه ومن رئتيه بيوصل لعمر معين يعني مثل ما بيقولوا ما بيضاين؟ صحيح. الحقيقة تأثير الدخان عند الناس اللي بيبلشوا قبل 35 سنة، بعمر قبل 35 سنة بيكون تأثير أكبر بكثير من المرضى اللي أو الناس اللي بيبلشوا التدخين بعد 35. قبل 35 جسم الإنسان بحالة البناء، ما زال بحالة البناء، بيسموه الأنابوليك. بمرحلة البناء تأثير المواد الضارة البيئية ومنها التدخين أثر كتير كبير على الإنسان. بعد 35 بتوقف مرحلة الأنابوليك، بصير الكاتابوليك. بهالمرحلة بيكون في أثر ضار لكن أقل بكتير من اللي بيدخنوا قبل 35 سنة. يستمر الأثر الضار للدخان طول العمر بالتأكيد، لو حتى لو عمره 80 أو 90 سنة عم يدخن ففي أثر ضار وكتير كبير، لأنه المشكلة هي مو بس النيكوتين مثل ما تفضلتوا، هي المواد السامة الثانية. نذكر النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران. الحقيقة في أكثر من 100 مادة سامة تنتج عن احتراق التبغ. التدخين هو حرق مادة اللي هي التبغ واستنشاقها، إدخالها إلى الجسم. لما تدخل للجسم، للرئتين، للحويصلات الهوائية، راح تخترق الحاجز الدموي وتدخل للأوعية الدموية وتنتشر بكل الجسم هالمواد السامة.
النيكوتين هو اللي فورا يعني اول شيء يحدثه هو تسرع القلب، فبالتالي بيعمل احتياج زايد للاكسجين بعضله القلب، بيشنج الشرايين، اول اكسيد الكربون بيرتبط بالخضاب، بصير كريات الحمر غير قادره على نقل الاكسجين لاعضاء الجسم، بيحد من قدرتها على توليد الدم المؤكسج لاعضاء الجسم المختلفه. بالنسبه للصفيحات، من المعروف اثر التدخين على زياده لزوجه الصفيحات، زياده لزوجه الصفيحات تترافق مع حدوث الاحتشاءات المختلفه، مو بس بالقلب، القلب والاوعيه، اسمه القلب والاوعيه، يعني احتشاءات دماغيه، احتشاءات بالاطراف، الاطراف السفليه مثلا او الطرفين العلويين، اي منطقه في الجسم ممكن تتاثر بالدخان بهالطريقه هي الحقيقه. طيب دكتور، بما انه حكينا وقديش في له اثر كبير على كل اعضاء الجسم، والقلب هو العضو النبيل اللي بيتاثر طبعا بكثير مؤثرات، وخصوصا بعض الاشخاص بيضلوا بدخنوا لعمر كبير، وبنشوف في امراض نشات بيقول لك سببها هو التدخين، لانه هو مدخن لفتره طويله من الزمن صار معه امراض معينه صدريه او حتى قلبيه. اليوم لأي مرحلة أنا قادر دارك هاي الآثار السلبية إذا وقفت، وقديه بدها وقت بتخرج من الجسم ولا لا خلاص رح يضل معه الآثار للأبد؟ يعني الحقيقة من المعروف أنه تتناسب شدة الإصابة بالدخان بعدد السجائر المدخنة يوميا، كل ما ازداد عدد السجائر. عشان هيك بيسألوا الدكاترة قديه بتدخن وكم سيجارة كنت بتدخن باليوم، ومدة التدخين الإجمالية بعد سنة غير بعد 10 سنين، غير بعد 20 سنة، غير 30 سنة، فالأضرار تزداد طردا مع الكمية والمدة أيضا. هلأ كل ما خفف المدخن حتما بيكون أفضل، لكن ما فينا نقول أنه هو بأمان لحتى يقطع الدخان نهائيا. الإشكالية اللي بتصير أنه لما يكون المدخن بشدة أكثر من باكيت باليوم، في بعضهم 3 أو 4 أو حتى أكثر، ونقول له قطع فجأة، فهون المشكلة اللي عم تصير عنده. هو مو غلط القطع المفاجئ، بحب نوه على هالناحية، ظهرت كثير آراء بالسوشيال ميديا هلا إنه القطع المفاجئ للدخان بيأذي أو بيعمل مشاكل، أبداً مو صحيح هالحكي، بإمكانه يقطع فجأة وما بصير شيء أبداً، والعوارض اللي بتصير كلها نفسية. يعني كل شيء بيشعر فيه هو نفسي. حتى ازدياد الطعام. حتى ازدياد الطعام هو عامل نفسي أيضاً. بس الطريقة اللي ممكن تكون مجدية أكثر هي الإيقاف التدريجي ممكن. ممكن نظرية التأجيل بنسميها، يعني كل ما عنت على باله سيجارة يأجلها، لأنه إذا بدي أقول ما بدي يدخن ممكن يصير عنده نازع أكبر إنه يطلب يدخن، في طلب أكثر، أما تأجيل يلا هلا بعد ربع ساعة يلا هلا أعمل هالشيء، يعني يلعب على لا شعور مثل ما تماما. فأنا عندي مرضى بهالطريقة، طريقة التأجيل اختصر من 3 باكيتات لأقل من نص باكيت، فهذا شيء جيد. طبعا بعدين المرحلة اللي بعدها المفروض يترك الدخان. أثر الدخان ضار حتى لو من سيجارة واحدة، حتى لو من تدخين سلبي. هلا طبعا المشكلة وين؟ إنه نحن أجسامنا مو واحدة، وبالتالي تأثير الدخان علينا مو واحد. وهذا موضوع جيني، بيجي للناحية الوراثية والتركيب، تركيبة جسم الإنسان. هلا في ناس بتأثروا أكثر من ناس أكيد، هذا مفروغ هذا الأمر منه. هو ضار للجميع، بس على مستوى القلب والشرايين، في ناس بينأذوا من نص باكيت أكثر من ناس عم يدخنوا باكيتين وثلاثة. لأن الموضوع جيني، هذا موضوع تركيبة جسم الإنسان، هيك تركيبته. المشكلة وين؟ ما فيني أعرف الإنسان من اللي بينأذى كتير بالدخان أو ما بينأذى حتى تقع الطامة الكبرى، يعني ما في تيست أو اختبار لأعرف أنه فلان مثلا بيتأثر وفلان ما بيتأثر لحتى يصير المرض ويمشي الحال. طبعا نحن عم نحكي عن مستوى القلب والأوعية. هلا شغلات تانية، سرطانات مثلا متنوعة، خاصة سرطانات الرئة، المثانة، البنكرياس، أي شيء آخر هو كمان مرتبط بالدخان الحقيقة، وبتناسب طردا مع الكمية والمدة الزمنية اللي قضاها الإنسان هو عم يدخن. نعم. يمكن كل حدا عنده عادة التدخين وبيقولوا له إنه لا بطل، بصير بيبرر لحاله إنه لا أنا هالمرض عندي مو من الدخان، دخان ما دخلني، ما دخله مرض عن جد، يعني بقول لهم إنه والله أنتم مرضانين كثر الدخان، لا 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 الدخان ما دخله، نحن بريء هو تماما. يعني بيصير يعني مثل بيقول عملية إسقاط أو إلقاء اللوم إنه لا من العوامل الخارجية أو إنه النيكوتين فات بالدم فسبب إدمان.
كدكتور يعني وكأبحاث علمية، هل النيكوتين هو يسبب إدمان؟ وإذا بيسبب إدمان كيف قدرت الناس تتخلص منه يعني؟ تماما، هذا سؤال كتير مهم الحقيقة. فينا في مرضى تركوا الدخان وفجأة تماما يعني وما صار وين الإدمان؟ فما فيني أقول إدمان معنى إدمان مثل المورفين أو الهيروين أو الكوكايين، لا، هي ما فيك تقطعي فجأة. تماما، الدخان بينقطع فجأة، هو اعتماد فيزيائي، بس درجة الاعتمادية شديدة جدا عنده. والحقيقة هنا لما حللوا موضوع خلينا نقول الإدمان، إذا بدنا نقول الإدمان على التدخين، مو بس النيكوتين، هي الإدمان نفسي أكثر، وهي طقوس التدخين. يعني في ناس مدمنين مع كل فنجان قهوة سيجارة، يشرب سيجارة. هلا حرمين من فنجان القهوة ما راح يدخن السيجارة مثلا. هلا طقوس التدخين هي مهمة أكثر، انه يحط السيجاره يشعلها ينفخ. هلا هي ثبت علميا انه طقوس التدخين العاده بحد ذاتها بتاسس للاعتماد والادمان اكثر من موضوع النيكوتين بحد ذاته. طيب دكتور، خليني كمان نسال سؤال. اليوم مؤخرا كثير في ناس بتتداول وما بعرف مدى صحته، حضرتك اشرت قبل شوي وقلت انه في شيء جيني بياثر على الانسان. طب الام اللي بتكون مدخنه وقت بتكون حامل، في ناس بتقطع الدخان حفاظا على آثاره السلبية على الجنين، في ناس ما بتقدر بتضلها بتدخن، مثلا بتقطع أول شهر شهرين ثلاثة وبعدين بتقول بعد ثلاثة شهور ما عاد يأثر على الجنين فبتدخن، أو بتاخد نفس أرجيلة. تأثير هذا الشيء، هل الأم المدخنة بتورث الأثار السلبية للطفل ولا لا؟ الجنين بياخد المغذيات والدم من أمه، فأمه عم تقدم له الدم ممزوج بالدخان، اللي ممزوج بأول أكسيد الكربون، اللي هو مثل ما قلنا رح يعمل حالة نقص أكسجين بكل الجسم. نعم. بكل أعضاء للأم، ومن أعضاء الداخلية يعتبر الجنين طالما هو داخله، فبالتالي رح يأثر عليه أكيد. أول تأثير وأوضح تأثير على الجنين هو صغر حجم الجنين عند المدخنات مقارنة بغيرهم. هذا أول شيء. حتما له أثر كتير ضار على الجنين وعلى الأم نفسها. يعني أثناء الحمل نتيجة التبادلات الهرمونية اللي بتصير بجسمها بصير في هشاشة أوعية عندها، هشاشة شرايين. معروف أنه في شيء اسمه تسلق شريان العفوي ممكن يصيب الحوامل بهالفترة هاي. عند المدخنات بيكون نسبته أعلى بكتير، لأن صار في أكثر من عامل خطورة. لا يكفي أنه هي عندها اضطراب هرموني، لا، زادته بموضوع الدخان كمان اللي بيأثر على بطانة الشرايين وعلى بنية الشرايين بكل الجسم ومن القلب. دكتور، كمان في كثير هالمقولة أو هالجملة متداولة، أنا ما بدخن بس بأركل يعني، وفي بيقولوا أنه لا، الدخان هو أخف ضرر. لا، يلي بأرجله بيقولوا لا، الأرجيلة هي أخف ضرر، لأنه هي معنا بشكل خلينا نقول كل نص ساعة أو كل عشر دقائق نحن بناخد سيجارة، الأرجيلة هو نفس أو اثنين بالنهار، فما مدى صحة؟ هلأ أول شيء مظبوط، هو محدود بساعة معينة الأرجيلة، لكن نفس الأرجيلة الواحد يعادل تدخين باكيتين على الأقل، فهو صحيح محدود بزمن معين، ما بيقدر يحمل الأرجيلة بالشارع ويمشي فيها، مع أنه صرنا نشوف ناس حاملينها وماشيين فيها. نعم. لكن الحقيقة أنه ساعة الأرجيلة أو راس الأرجيلة الواحد يعادل تدخين باكيتين، هي حقيقة علمية مؤكدة، فما يوهم نفسه يعني بهالشيء. يعني أنا مبارح مدخنة باكيت. كانوا يظنوا أنه مرور الدخان من خلال الماء بصفي أو بنقية للدخان، طلعت الرطوبة تزيد الأثر الضار للدخان. يعني أنت بينما تاخدي دخان جاف عن طريق السيجارة أو تاخدي دخان رطب عن طريق الأرجيل، الدخان رطب أشد ضررا من الجاف. يعني بنتمنى أكيد دكتور الصحة والسلامة للكل. نحن دائما بنحاول بصباحنا غير نعطي المعلومات وكل النصائح، ولكن بالأخير الإنسان هو طبيب نفسه، إذا أخذ هو القرار فهو قادر على أنه يكون مرتاح بحياته. بالختام نشكر وجودك معنا، شكرا لك دكتور أحمد العايد. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله يا رب بعد هالنصائح وهالمعلومات القيمة شوي يكونوا هيك استفادوا مشاهدينا، وأتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا وأهلا وسهلا. شكرا.